يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول توليت أموال أيتام وأنا أعمل فيه وأنميه، هل يحق لي أن أقترض منه؟ لا، لا يحق لك أن تقترض منه، هذا أمانة عندك، والأمين لا يأخذ شيء من مال المؤتمن، لا يأخذ شيء. نعم، إذا اقترض من غير مال القاصر، اقترض من أصحابك، من زملائك، من أصدقائك. نعم.